يعني ايه مش لاقينها؟ هتكون راحت فين؟ مش عارف. ايه يا ليلى؟ ما كلمتنيش ليه؟ خديجه هنا وانا مش عارفين هي فين وما تقوليليش. خلاص يا كريم انا اسفه، يعني ما جاش على بالي. في ايه؟ برضه الكلام ده يا جماعه، احنا في مستشفى. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ ازيك يا راجل؟ خديجه كويسه؟ الحمد لله احسن. هتطمني، مفيش اخبار عن ندى؟ هو ايه؟ ندى فين؟ شدها لكم يا جماعه. بقى لله. يعني اللي انتوا بتقولوا ده؟ ندى؟ يعني ايه؟ هنشد حيلك يا ليلى. يعني ايه شد حيلك؟ يعني انا شد حيلي؟ يعني ايه يا عمر؟ فين ندى؟ فين اختي؟ ازاي؟ فين؟ يعني ايه؟ لا بس يا حبيبتي، انتي انتي يا حبيبتي. لا بتقولوا ده؟ لا انا عايزه اختي. لا لا انا عايزه ندى دلوقتي. هات لي ندى، هات لي اختي دلوقتي. استني بالله ليلى. خدعني ليلى. لا استني، لا انا عايزه. وصل ازاي ده؟ لازم بكره رجح نسرع اجراءات الدفن والعزاء. ان شاء الله عمره ما تقلقش. بس انا بقول لك يا صاحب، يعني انا قريت دي بصراحه قلقاني عليك. لا ابدا ما تقلقش ولا حاجه. أنا بس قلقان على ندى شوية. قلقان على مين؟ ندى ما ماتتش. الجثة اللي في المشرحة دي مش جثة ندى.